مرحبا بكم معنا. اجيو اليوم نكتشفوا لو بارك ناسيونال ديال إفران والفيلاج ديال زاوية إفران. المنتزه الوطني بإفران كيتوفر على أكبر غابة أرز في العالم، بالإضافة إلى أنه كيستضيف أكبر عدد من الطيور المهاجرة فصل الشتاء في الأطلس المتوسط. المنتزه الوطني ديال إفران واسع وكبير، والمناظر اللي فيه متنوعة ومختلفة، لكن إلا كان مكان واحد نصحكم بزيارته هو لولاك ديال أف النورير. المساحة ديالو أكثر من 100 هكتار، أن سيت كلاسي رامسار نظرا لأهميته البيولوجية والإيكولوجية. لو لاك داف النورير إتا لاك دالتيتود، كيتواجد على علو 1798 متر. الخاصية ديال هاد الموقع كتكمن في أنه على الرغم من مساحته الكبيرة ما غارقش، العمق ديالو ما كيتعداش جوج الأمتار، وهو من أكبر البحيرات الجبلية العذبة في شمال إفريقيا. زاوية إفران في طريق ما بين أزرو وخنيفرة، فيلاج اللي عنده تاريخ عريق واللي معروف بمناظره الطبيعية اللي مالها مثيل. محمد، زاوية إفران سمت هكذا على ود كانت زاوية قبل ياك؟ يا لا، دي بالنسبة للزاوية إفران لازم نتكلموا بعدا على الجغرافيا ونتكلموا على التاريخ. انت تتكلموا على الجغرافيا تتسمى جاية في واحد الموقع استراتيجي اللي هي كعروسة الأطلس بهذا المفهوم هذا، وجاية ما بين جبل وما بين أزغار، هذا كموقع جغرافي. بالنسبة للتاريخ، هي الناس الأوائل اللي كانوا جاوا لهنا هما أدارسة في الأصل وتتسموا أيت سيدي سكر، ومن بعد أيت سيدي سكر التحقوا عليهم الناس اللي هما شرفاء أمرانيين واستقروا هنا واندمجوا وتناسبوا وتطهروا فيما بينهم وتناسبوا حتى مع الأمازيغ مع الشلوح المنطقتين اللي هما مجاورين بالنسبة لنا، وكونوا واحد النسيج الاجتماعي هنا في الزاوية ديال إفران اللي هو متضامن ومتوحد. من بعد تأسست الزاوية ديال إفران اللي كان فيها تحفيظ القرآن وكان العلوم الشرعية تتقرى هنايا في الموقع اللي هو كان مسجد. الزوار يمكن لهم يترددوا العام كامل على زاوية إفران. الفيلاج في السنوات الأخيرة أصبح مجهز لاستقبال السياح اللي كيجيو يديروا دي غاندوني يرتاحوا ويتمتعوا بجمال الطبيعة. إيوا، العطلة الجاية في زاوية إفران، باش تحضروا السفر ديالكم كل المعلومات اللي غادي تقدروا تحتاجوا غتلقاوها على موقعنا www.lemarocjeune.com، وحنا نعاودوا نتلاقاو قريب باش نكتشفوا منطقة أخرى في المغرب اللي كنبغي.